على كل حال حنا كنعرفوا بان توفيق بوعشرين كان كتب على بن سلمان عدد ديال الافتتاحيات، ولا سيما ملي قال له راه كنتحداك انك انت يمكن لك تواجه الوهابيين في بلادك. وفعلا ما كنظنش بان موجود شي رئيس دوله سعودي اللي يمكن له يواجه الوهابيين في تنظيماتهم، لان الاتفاق اللي كاين ما بين الوهابيين والدوله ان الامراء كيقابلوا البترول والاقتصاد والماليه والخارجيه والفلوس والغنى، والوهابيين كيقابلوا الثقافه والحج والاعلام والاشياء الداخليه، الشؤون الاجتماعيه والدينيه. هذاك حتى واحد ما كيتدخل في الاخر. الفلوس ديال الحج كيمشيو للوهابيين وفلوس ديال البترول كيمشيو للامراء. على كل حال دابا حنايا من بعد 18 سنة في القرن 21 كنظن هذا النوع ديال الأنظمة ماتت سالات. نحسبوا لي واحد العام ولا عامين ونعيشوا حياة واحدة أخرى إن شاء الله في الشرق الأوسط.